السلام عليكم، معكم هشام امسي كاتب العام المحلي للمنظمه الديمقراطيه المهني وصائغ سيارة اجره اسفي التابع للمنظمه الديمقراطيه للنقل واللوجستي متعدد الوسائط. الاخوان كنشكرهم، الاخوان ديال الصحافه اللي ديما كيبادروا في واحد اي حدث اللي كيهم السائق المهني، كيبغوا يديروا مستجدات لهذا الملف ديال الموضوع ديال اليوم. على حسب لسان الاخ الصحافي الكريم، الدعم ديال السائق المهني اللي هو حنايا فعلا نتقنا حنا ذاك الموقع، واذا بك نتفاجئوا بانه كيطلب منك الماتريكي ديال الطرابولي. هاد ما ديال السائق المهني، لانه السائق المهني ليس بمستغل. هنايا ما عرفناش كيفاش الطريقه اللي غادي تجي من بعد هاد الاستفاده ديال المستغل المستغلين. واش السائق المهني، السائق المهني واش غيستافد من هنا واحد مده معينه باش يستافد حتى هو من هاد الغازوال اللي هو المتضرر الوحيد، هو المتضرر الوحيد بهذه الزياده ديال المحروقات منذ بدايتها. السائق المهني هو باش نوضحوا الامور، نحطوا النقاط على الحروف. السائق المهني هو كيرجع المحروق البنزين اللي كيستهلك يومي، هو اللي كيرجع المحروق ديالو هو اللي كيتزاد عليه. اوتوماتيكمون حنايا لاحظنا بهذه مدينه اسفي السعيده، لانه اكثر ديال هاد الباترونات اللي عندهم تاكادو ديال الطاكسيات، ملي تزاد المازوت زادوا في الروسيطه باش السائق المهني ما ينقص ديك الروسيطه. بقى ديما دابا هو بين حيرين، سائق ماني ها هو الزياده ديال المازوت، ها هو تزاد في الروسيطه ديالو. كاين اللي عنده 60 طوموبيله، كاين اللي عنده 6، كاين اللي عنده 10، وما خادوش بعين الاعتبار لهذا السائق ماني في زياده ديال المازوت. هنا باش نعاودوا ناكدوا لهذا الدعم ديال السائق ماني، احنا راه ما استفدناش. سائق ماني راه ما استفد. حنا كنوصل واحد النداء جميع المستغلين، المستغلين اللي عندهم تكاثر ديال الطاكسيات، واللي عنده مستغل اللي عنده وحده هو اللي كيدير المازوت، راه هذاك راه من حقه يستافد من الدعم، هذاك يستافد من الدعم ديالو. راه اللي عنده جوج طاكسيات وربعه طاكسيات اللي غتجي مثلا هذاك الدعم ديال سميتو عليه. انا كنوصل واحد النداء، والناس هاد الاكثريه ديال المستغلين كم عندهم واحد الروح المواطنه والضمير المهني، وديروا بينهم الله بينهم بين الله تعالى. لانه دابا ملي غيجي هاد الدعم ديالو يشدو، عيط على السائقين اللي همايا خدامين معاه. كان سائق واحد خدام معاه راه غادي يعطي الدعم ديالو، كان هو اللي خدام كيدير المازوت ياخذ الدعم ديالو. كانوا جوج سائقين ولا ثلاثه، راه يقسمها من كل سائق ياخذ ناصب ديالو. هنا هذه كان بحال غيكملوا العمل ديال الحكومه ديالو، الحكومه ديالو هي عطات هاد الحل هذا، ولكن خاص الاستمراريه، خاص الحلول، خاص الناس ديال اليد لبعضياتها باش نجحوا هاد الدعم ديال السائق المهني. وتحياتي وشكرا. ودي راه قتلنا هاد المازوت، السلام عليكم، قتلنا هاد المازوت، كذب عليك كذب، ولا تيقسم معانا داك الشيء اللي تندو لولادي، ما بقينا ديناش، ملي تزاد المازوت ما بقينا ديناش، كذب. من النقطة اللي أشار لها الأخ، الباترون ما تيديرش المازوت، راه السائق تيدير المازوت، الشيفور هو اللي تيدير المازوت. هادشي اللي بغيت نقول. شنو كتبغوا تطالبوا؟ ها؟ شنو كتبغوا تطالبوا؟ شنو تطالبوا؟ تطالبوا من المازوت ينقص والدولة تدعم السائق المهني. على النقطة اللي شار لها الأخ ديال بما الباترون تيدير المازوت، الباترون ما تيديرش المازوت، شكون الباترون تيدير المازوت؟ السائق تيدير المازوت. كيرجع المازوت. كيرجع المازوت اللي كان عامر، وما بقينا ديناش، وتضرب 250 كيلومتر ما تتوصلهاش. في النهار تدير فيها 3400 ديال المازوت ما تيشغليش. داكشي اللي كنتي تدي لولادك تيدي لك المازوت. هاد الايامات يمينا بالله العلي العظيم، الشيفور خدام على 60 درهم 70 درهم ما يفوتهاش. ويريح يومين. ويريح نهار. نهار ويريح نهار لا. نهار غد لي 60 درهم 70 درهم واش بغيت دير لك لولادك؟ دابا تقدك تقدك تسكر ويتين. دابا هاد السياسه اللي غادي هاد الحكومه، الا كانت دابا تطبق نفس السياسه الحكومه اللي باغات، ملي كتبغي تستافد الحكومه وكتدخل الفلوس وكتدخل الدولي، كدير الخبراء وتعيط على الناس مفتشين وتعيط على الناس مسؤولين، كتاخذ حقها حتى في المخالفات، حتى في المخالفات اجتهدت الحكومه. كدير مثلا شي مخالفه، الا تعطلت على ساعه ولا سيد ما كذا كتزادك 100 درهم على 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 المخالفه. علاش دابا بالدوله الحكومه اللي كتبغي تعطي واحد الحق ديال واحد الانسان كتجتهد كتعيط على النقابات؟ النقابات الاكثر تمثيليه، تشاجليات باش ما معنى هاد النقابه؟ حنا عرفوا نقابات وصافي. هنا دابا لقيت عدد ديال السيارات الاجره،
عندنا صاحب معدونيه وعندنا المستغل وعندنا السائق المهني. دابا الحكومه كتعيط على الناس اللي عندهم اكثر من ديك النقابه اكثر من تنتينيه هما اللي عندهم الراسماليه اللي عندهم الفلوس. حنا كنبقاو حلقة الاضعف. السائق المهني هو كلشي ينزل على دارو. هنايا مني هنايا الدوله الحكومه ولا الدوله بصفه عامه ما قدرش نعرف انايا كيفاش واش كاين واحد تنسيق ما بين الدوله والحكومه. راه عارف المقصود ديالي هنايا الدوله راه بوحدها والحكومه بوحدها. حنا ملي كنقولوا حنا الدوله راه كنقولوا رئيس الدوله هو صاحب جلالة صاحب الله يسلم، ورئيس الحكومه راه هو السيد عزيز خافنوج المنتخب من طرف الشعب. حنايا واش كاين كان حنا كنسمعنا بلا انه سينا غادي دار واحد اجتهاد كبير في البلاد ودار غادي واحد البناء الديمقراطيه زوينه للبلاد، خصوصا الطبقه الهشه وطبقه عندها الحمايه الاجتماعيه والضمان الاجتماعي الصغير. حنا دابا راه نتسجن في ضمان اجتماعي. اراني دابا هاد الحكومه هذه دابا اللي دابا اللي ملي كتبغي تربح الفلوس كتعيط على الخبراء وتعيط للناس المسؤولين تعيط، فين هما المفتشين ديال الشغل؟ فين هاد المفتشين الضرائب اللي تمشي لمحطات الواقع وتفتش الناس اللي عندهم تكاتر ديال الطاكسيات اللي كيدخلوا المراير فين هي المفتشين ديال الشغل؟ مفتشين الدماج الاجتماعي مفتشين ديال الضرائب. واش دابا هاد الناس عندهم العمل محدود في داخل الادارات؟ راه خاصهم يخرجوا لارض الواقع ويتحاوروا مع الناس ويشوفوا الناس المشاكل ديالهم، خصوصا السائق من الدعم ديال المحروقات. وكاين مراقبه الاسعار اللي كاينه في قسم الاقتصادي العمل اللي تاسفي راه خاصها تمشي للمحطات، تمشي للمحطه ديال افريقيا. انا نعطيك الاسم ديال تمشي للمحطه ديال افريقيا اللي كتك يوميا مع الوحده كتجي 60 طوموبيل ديال شخص واحد هذاك 60. علاش هاد المفتي عمرني ما شفت انا شي مفتي ديال الشغل جا العين باقي ديال بيتو عليه قال شاف عادي ودير ابحت مع السائقين شحال كتعطي؟ اجلتي شحال كتعطي؟ انت في الضريبه كديك راهي اقل وعاد الفلوس كتشد اكثر وتجي تقول مازال اراني 9000 واش هاد القضيه ديال 8000 9000 الرصيطه؟ واش دابا المازوت صفر ملي كيمشي يدير المازوت كاين 4000 5000 تاع المازوت وانت راه كاع ما كدو معنا التريه باقي يدينا معنا والو راه ما قلنا ولينا نحشموا نقعدوا مع عيالتنا في الدار تقول لك نوض قاعد نخدم والله ما مش نطيحوا الدل نمشيو نخدموا نمشيو سميتو عليه ونبقى قاعد في سميتو عليه. راه هاد السياسه اللي غادي بها الحكومه سياسه راه ما خداماش سياسه عوره عارجه. هاد السياسه اللي غادي بها الحكومه ملي كتبغي تعطي الناس حقها ديالها كتبغي تعيط على الناس لوبيات الفساد ما نقولها لي كتعيط على لوبيات الفساد اللي عندهم الراسماليه كيحموا الراسماليه ديالها. هذا هو دابا المشكل اللي غادي بها سيدي الحكومه هذه. هاد السياسه اللي غادي الحكومه بسم الله الدعم ديال الغاز والسائق المهني راه ما خدامش. هذه راه سياسه عوره عارجه. انت دابا خليتي الناس المتضررين واش دابا خافي عليك والله عليك هذه خويا واش دابا الحكومه خافي عليها تنزل لارض الواقع وتحسي السائق المهني؟ علاش بغيت تنزل لارض الواقع؟ راه كاينين الناس مسؤولين تاع البلاد كاين القسم الاقتصادي للعمالة كاين مفتشين كاين الناس مسؤولين الادارات كاين الموظفين كيتخلصوا كيخرجوا هكا معاك في الطاكسي يقول لك هادشي جا البومبا جا المحطات الواقع قول الباطون يخرج يخدم من هاد الحسابات بلا طاو هو الدعم قول ليه هو يخرج يخدم هاد الحسابات حنا بقينا شيفو بقينا خدامين ما عندنا لا بطاقه مهنيه لا والو عطاونا هذيك البطاقه المهنيه شنو هو الدور ديالنا حنا حصونا انا واش الدوله ضد المسكين ولا كتعاون المسكين ولا ضد المسكين؟ شوف 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 خلاصه القول اللي غنقول لي انايا شوف راه ما كاينش اللي خارج على هاد البلاد هما الاطر الاداريه ما كديرش خدمتها راه كيتخلصوا ها هكا والله الا كاينش وكيقول غادي الدار هاد الاطر انا كنمشي 70 درهم 80 درهم في النهار تحت المازوت كتعطي لي يوميا وعاطين الدعم عاطين الباترون هذا قانون هذا كيق فين شي دوله في هذا القانون هذا في كي ما عمرنا ما حنا شنا شو ما عيب هادشي شو ما عيب حنا اللي غنخرجوا الشارع راه ماشي غيسكتوا لا الباترونات حنا اللي غنخرجوا الشارع غنخرجوا الشارع وغيخرج السائق المهني واللي عنده شي طوموبيل يمشي يديها وحنا السائق غنمشي نديروا اللي عنده 60 طوموبيله راه يربط وحده على وحده غنمشي يسوقها وسيروا عند اخ النوش يعطيكم الدعم ولا اخ النوش يخدم لكم فيه غنمشي يعطيكم اخ النوش يعطيكم الدعم سياسه عوره عاريه ما فيها ما يطلب حنا ساق اللي غنوقفوا حنا غنعلنوا على وقفه احتجاجيه وغادي نوقفوا يا اما يوقف هذا الشيء تعطى الناس اللي عندهم الحق اللي مضروره داروا بحال الدعم ديال اللي عطى سيدنا في الدعم ديال كورونا ملي جينا نشوفوا لقينا الناس ميسورين خداو الدعم ديال سيدنا وانا بعبد ربي هشام عماسين وانا شد بقى جيتو في وفاكاش واحد لاباس عليه قلت له ما حشمتيش
انت عندك كات وعندك كذا وجيت تخدم بيه سيدنا راحت فات 100 مليون راه خاص جرعه خاص بنادم يدوي له حقه ويخرج واللي يبان شي واحد ماشي هو اللي يخرج ودي المحكمه علاش مديوره المحكمه راه مديوره ندفع 100 فدي القضاء وكمل هذه المناسبه كنشكر القضاء المغربي وخصوصا القضاء بكيفي اللي نصف لنا في هذه القضيه ديال طرد تعزل الصاعقين وباقي جايه المعركه ان شاء الله من النضاليه باقي جايه المنشكاره وباقي اللوبيه الفاسد باقي جايه المعركه. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.